لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمود سيد، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. أستاذ محمود، بعد التحية، يعني تباين أداء البورصة اليوم وارتفع مؤشرها الرئيسي ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما تراجعت المؤشرات الثانوية، كيف تقيم أداء البورصة اليوم؟ أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان. البورصة المصرية كما توقعنا سابقا وكما قلنا في اللقاءات السابقة أن لها مستهدف 34 ألف نقطة، وبالفعل وصل يوم المؤشر السوق المصري الـ X30 إلى 34 ألف نقطة لتحقيق الهدف المبدئي الأولي، ثم سيتبعه بعد ذلك أهداف أخرى، لأن لنا مستهدف في السوق المصري لن يقل في المستقبل القريب عن 45 ألف نقطة. اما بالنسبه لهذا بالنسبه للمؤشر الرئيسي ايجيكس 30، اما بالنسبه للايجيكس 100 فلقد تراجع بشكل طفيف، وكذلك مؤشر الافراد نظرا لاول ايام شهر رمضان المبارك بتكون عمليه التداول بالنسبه للافراد الى حد ما قليله، ولكن بالنسبه للمؤسسات والصناديق الاجنبيه بيكون ليس لها علاقه يعني الاجانب بالذات والصناديق ما لهمش علاقه قوي بموضوع شهر رمضان يعني، ولكن هو تبينات المؤشرات لحلول شهر رمضان ليس اكثر يعني، ولكن ما زال الزخم موجود في البورصه المصريه، والنهارده السوق المصري منفس بمقدار بقيمه اكثر من 7 مليار جنيه، لم يكن يحدث من ذلك، كان بيشهد في السنوات قبل ذلك كان يشهد قلة في التداول في شهر رمضان، ولكن مع ذلك هناك زخم وفي سيولة قوية في شهر رمضان هذا العام، وستستمر طوال شهر رمضان، لأن الوضع اختلف بالسوق المصري كلية لزيادة السيولة وزيادة حجم المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بالسوق المصري. بالفعل، يعني لو حضرتك ممكن تقيمني أداء المتعاملين داخل البورصة، خصوصا الأجانب اللي عادوا مرة أخرى بقوة في التداولات داخل البورصة المصرية بعد تحليل سعر الصرف، وأيضا مقارنة بتعاملات داخل البورصة من قبل المصريين والعرب. بالنسبة للأجانب زادوا سعر الصرف، طالما أصبح هناك سعر واحد الصرف فيجب للأفراد أجانب كمستثمرين ومؤسسات كذلك. نعم. أما بالنسبة للأفراد العرب والمصريين فهم يعني يحبذون أو يفضلون قليل، ده بالنسبة للأفراد المصريين وكذلك الأفراد العرب. الفكره كلها ان الاجانب لهم علاقه بسعر الصرف، اما المستثمرين العرب والمصريين كل ما يشغلهم هو فكره سعر السهم، سعر الاسهم او يعني سعر الاسهم من مقاومه او دعم، او يعني هل هو سعر السهم غالي بالنسبه لهم يتداولوا عليه ام يقوموا بجني ارباح ثم يعاودوا من ثم الشراء بعد ذلك. استاذ محمود سيد، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل.